تتزين مدينة الخليل منذ القرن الماضي بأشجار حرجية في قلب المدينة يزيد عمرها عن 100 عام. تتوزع هذه الأشجار على أطراف شوارع المدينة بشكل منتظم وجميل، الهدف الأساسي منها ترطيب جو المدينة. لكن وللأسف آليات بلدية الخليل أقدمت على خلع هذه الأشجار، وكان آخرها في شارع مطلع العمارة. لا شك أن بلدية الخليل تقوم بعمل داخل المدينة، لكن ما يميز هذا العمل أنه عمل غير مبني على خطة أو على مخطط هيكلي يخدم أجيال المدينة القادمين، بمعنى أن عمليات التحسين المستمرة تميل إلى كونها عمليات صيانة أكثر منها عمليات تخطيط أو تنفيذ لمشاريع مستقبلية قادرة على استيعاب النشاط اللي ممكن يقوم فيه أبناء المدينة. والمفروض أنه يكون مش بس الموضوع مبني على وجود أبنية وشوارع، بالعكس التخطيط العمراني مبني كمان على أنه يكون في عندنا دراسات بيئية وإحصائية تحافظ على إمكانية الحياة بسلاسة لمن يسكن المدينة أو ضواحيها. المشاريع التي تقوم بها بلدية الخليل والممولة سواء من الحكومة أو من الجهات المانحة، المدينة بحاجة إليها جميعا. أما الجهات المسؤولة فيجب أن تكون كل فعاليات المدينة ومؤسساتها وليس فقط البلدية. بالتنويه لشيء مهم جدا، أنه البلدية فيها أعضاء وفيها أقسام هندسية، لكن كمان يستوجب التواصل مع المجتمع المحلي للخروج بأفضل الصيغ وأسلمها حتى نوصل لمدينة عصرية ضمن مخطط واضح، غير يعني لا تحكم ثقافة المخالفة. ما يميز الخليل اليوم أن هذه العشوائية المرتبطة بفتح طرق أو بناء دكاكين أو بناء شقق سكنية تعتمد مطلقا وبشكل كامل على أنه الإنسان يبني. في ثقافة المخالفة ونتيجة الفوضى اللي عشناها في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية أصبح من الممكن لأي مواطن أنه يبني في أي مكان بلاقيه مناسب ويتحمل تكاليف المخالفة المترتبة عليه دون أن يأبه أو يهتم بالقضية المستقبلية للأجيال القادمة والتي ستسكن هذه المدينة والتي خلال 10 سنوات لن تجد رقعة للسكن. الزحف العمراني على المناطق الخضراء للأسف مستمر جدا، وأعتقد أن على المخطط العمراني والمصمم العمراني أن يحد من هذا التمدد، أن نحول المدينة إلى كتلة من الحجارة، إلى كتلة من الخرسانة المسلحة، شيء فظيع جدا. المنظر الجمالي للمدينة الآن لم يعد الفراغ العمراني مجرد فراغ معماري أو فراغ عمراني خارجي فيزيائي نؤدي وظيفة معينة. الفراغ العمراني أصبح في المفهوم المعماري مفهوم آخر، كيف نشعر هذا البني آدم بالاستمتاع وبالجمال بالمدينة، كيف نخلي هذا البني آدم يشعر براحة نفسية. الآن هناك دعوة من نقابة المهندسين ومن وزارة الحكم المحلي ومن ذوي الاختصاص بضرورة النهوض بمستوى أو اللجوء إلى التصميم حسب العمارة الخضراء أو العمارة المستدامة أو العمارة البيئية. لما في هذه العمارة من أهمية للبيئة وللإنسان وللمبنى أيضاً. طبعا العمارة البيئية موضوعها كبير جدا، وليس فقط موضوع زراعة شجر أو هي دراسات خاصة بعلم البيئة والمناخ والطبيعة والتطاريس وإلى آخره، ومدى تأثير كل هذا الكلام على الإنسان نفسه. ولكن عالميا الآن هناك توجه في العمارة نحو العمارة المستدامة أو العمارة البيئية. للبلدية أن تقوم باتخاذ رسم خطط ورسم سياسات وتوسعة شوارع، مطلوب هذا مطلب طبعا، ولكن في هناك سلطة بيئة مسؤولة عن البيئة في البلد، هناك وزارة الصحة مسؤولة عن الصحة في البيئة. إذا تم هناك تخطيط لشيء معين، هناك نقابات مهندسين، هناك يعني فعاليات في البلد، هناك مؤسسات عمل تطوعي في البلد، كلها عندها رؤية ممكن الاستعانة بها ورسم سياسي كامل للبلد بكاملها. وأين المخطط الهيكلي لمدينة الخليل
اللي على أساسه بنشق شارع أو بنعبد شارع أو بنوسع شارع أو بنقيم عمارة. بحكم وجودنا في واحد من الشوارع اللي تم تقطيع أشجارها واللي كان عمرها يقارب القرن من الزمان وكانت موجودة في بداية القرن العشرين، هذا الشارع يمثل أحد النماذج اللي تم فيها إعدام مجموعة من الأشجار، هذه الأشجار اللي ارتبطت بوجدان أهل المدينة وبحالاتهم في بدايات القرن ونهايات القرن السابق. كان بالإمكان أن يكون الموضوع مدروس بشكل أفضل، وهناك مجموعة حلول هندسية وقد لا تكون يعني ليس بصفة هندسية مطلقة وإنما قد يعني تكون عملية في شارع مثل هذا الشارع. هذا الشارع ممكن أنه إحنا نصنفه من الشوارع الشبه الرئيسية في البلد وليس شارع رئيسي. كان بالإمكان تحويله بالتعاون مع الشرطة والمحافظة إلى شارع باتجاه واحد، وهذا واحد من الحلول الموجودة في كل مدن العالم. واحد من الحلول الثانية كان ممكن تخطيطه باللون الأحمر. ممكن أنتوا تشوفوا هلا قديش هذه التوسعة أدت لمشكلة بالشارع، السيارات مصطفة على الجانبين، وهذا خلق أصلاً أزمة إضافية ما كان يعاني منها الشارع قبل التوسعة. فهذا الشارع يعني أصيب بمشكلة مرورية بعد قطع الأشجار وليس قبلها، وهذا الكلام ملموس من وقوفنا بهذا الشارع واضطرارنا أنه نبعد بحاشية الشارع اللي حرمت المحاصصة الأساسية بهذا الشارع. يعني هذا الشارع حصة مارق الرصيف منه صارت محدودة جدا لمصلحة السيارة أو المركبة اللي ماشية، فهون المحاصصة مش سليمة، والحل ما كان في قطع الأشجار، الحل كان بإيجاد حل عملي. كان ممكن أنه يكون هذا الشارع شارع جميل جدا بالأشجار، وأن يكون في قلبه هناك مقاعد لأبناء المدينة تقعد أنوار ومقاعد على الأشجار جميلة في مدينة الخليل، ممكن أنه تكون يعني لفتة جميلة جدا، لكن هذا الكلام لم يتم ولم يتم تنسيقه، بأعتقد لم يتم تنسيقه ولا مع مؤسسة من مؤسسات، لا مع وزارة البيئة ولا سلطة البيئة ولا مع أي جهة بيئية معنية. هو عمل قامت به البلدية ضمن إجراءاتها اللي بتقوم فيها هي، هل هي مخططة ومدروسة مش مدروسة، هذا بيرجع للبلدية وحكم المهندسين عليه.